بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن لو ناكسن داود يال ميلو با دكتان كسو دوادا وركة تلفشن كسومالي نيوز خوضو بدا آد كودا ودون تانا وحاكم دا قدوميها بارلمان كفدرال كسوماليا بروفيسر محمد شيخ عثمان جواري يوسيد وكلاي حبنا كترسل لبدا قولي الدولة دا ايا مقدشة كسو دوويي قدوميها بارلمان كدل كجبوتي رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خير وكل لقادنا يي مسؤولين وقيبك يهي مدحوينها مامولك كونفورق البيت الصومالي شريف حسن شقادن يو شعب كرير بيد دبو ايا وحا وشيغي ان عيدا كالدولة دا يهول قلقا سمين دونا ان ودد حريري سمقدوشو يو بيد دبو مشرح كوعيين كي حزبيغا هو دان يو سيدو كلاس راكيل كترسان حزبيغا سي وكسوغن قبل كاودل ايا كهدلي هنان كدوروشو ايه لوغو قوليسي ودوروشي دوان كدعدي الصومالي لان وزيري حلبانو ككلا ترسان دولة دا سوماليا يوسيدو كلا مامول كقل مدوك او كلان كو يشي مغالا دا مقدوشو ايا كو اي دي حلبان كترسان بارلمان كسوماليا ان الالا ديسو اي مقدوشا كو توقتان حلبان كترسان قل مدوك حبنا كترسان لبادا قول اي دولة دا ايا مقدوشا كو سو دوويي اوغاس عمر قيل محمد او سو غاري مغالا دا مقدوشا عاصمة دا ودن كسوماليا مناسبات دا اي سو قبان قابيين duqa degmada Lascaanood iyo gudoomiyaha gobolka Sool ayaa lagu taageeray madaxweynaha cusub ee Soomaaliland. Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle waxa uu gaaray magaalada Baradweyne xarunta gobolka Hiiraan. Intaasii waa qaar ka mid ah qodobada wararka nagu door koray qodobadan iyo kuwa kale oo diyaar garoobay.